فأنا بغي نقول لكم أن هذه المرحلة هذه انتهت. المرحلة ماشي أنا اللي انتهيت، أنا باقي الحمد لله حي أرزق، وما زلت رئيسا للحكومة لتصريف الأعمال، وما زلت أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، ولكن المرحلة انتهت، انتهت بمعطياتها بإشكالياتها بكل شيء. الآن بعد تعيين جلالة الملك للدكتور سعد الدين العثماني أصبح المخاطب الرئيسي في هذا الموضوع هو الدكتور سعد الدين العثماني، وأصبح يتقاسم مسؤولية اتخاذ القرار مع حزبه الممثل في المجلس الوطني، وقد عقدنا لقاء للمجلس الوطني، والممثل في الأمانة العامة التي عقدت اليوم لقاء لها. وإذا اليوم عليهم أن يقدروا هم مصلحة يعني دولتهم وشعبهم في هذه الظروف، وأن يقدروا مصلحة حزبهم في هذه الظروف، وهذا ما يفعلونه. وأنا من بينهم من موقعي كأمين عام بطبيعة الحال، ولكن ولو أنني أمين عام أريد أن أشكرهم. لماذا؟ لأنه لما كنت أنا أمينا عاما مكلفا بتشكيل الحكومة كان عندي توجه واجتهاد ساندوني فيه إلى النهاية. اليوم لست أنا المطلوب المساندة، المطلوب المساندة هو الدكتور سعد الدين العثماني، وأنا واحد منهم، ولكن في موقع الأمين العام يعني لي 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 للتعبير عن رأيي، ولكن أنا واحد منهم. الذي يتحمل المسؤولية الأولى اليوم في موضوع تشكيل الحكومة هو الدكتور سعد الدين العثماني، والذي سوف يصرح لكم وعنده تصريح واضح وبين هو الدكتور سعد الدين العثماني، ولهذا فأنا لن أعطيكم أي تصريح. شكرا لكم.